لو الحكاية فيها إن فيجو. أستاذ علي شكري النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أهلا وسهلا بحضرتك معنا في حوار في فيتوجيت.com. بداية عايزين نعرف حضرتك الانتخابات القادمة، هل حضرتك من ضمن المرشحين ولا طموحات حضرتك إيه في انتخابات الغرفة القادمة؟ والله لغاية دلوقتي إن شاء الله من ضمن المرشحين ما لم يحدث شيء، يعني ضمن قائمة ولا حضرتك هتكون بقائمة منفردة باسم حضرتك؟ لا ضمن قائمة طبعا مع المهندس إبراهيم العرب إن شاء الله. تأكد أن البشمهندس إبراهيم من ضمن الشخصيات اللي هتكون ضمن الانتخابات؟ إن شاء الله. تمام. إيه أبرز الإنجازات اللي حضرتك ويا الغرفة أو مجلس الإدارة بصفة عامة قمتوا بيها في الدورة السابقة أو التي ستنتهي في مايو؟ الدورة الحالية يعني الحالية هي لم تنتهي. هي من أهم الإنجازات عندنا موضوع الرعاية الصحية، موضوع التكافل الاجتماعي، وموضوع نادي التجار إن شاء الله احنا ماشيين فيه، وتطوير قاعة المؤتمرات في الغرفة، وفي مشروع إن شاء الله بيتعرض على وزير الإسكان والسيد رئيس الوزراء اللي هو مشروع إنشاء حوالي 10,000 وحدة سكنية بتمويل من شركة صينية 85%، وهتدفع منها الحكومة المصرية 15%، وال 85% هيتقسطوا على 20 سنة. تمام. بفايدة بسيطة جدا لشباب التجار والمواطنين المصريين برعاية الغرفة التجارية. تمام. إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى إنه يعني المشروع ده يعني توافق عليه من السيد وزير الإسكان والسيد رئيس الوزراء. إن شاء الله. أهم القرارات أو القوانين اللي حضرتك بتطمح إن هي تكون موجودة أو إن هي تكون منظمة للعمل التجاري في الفترة القادمة. والله إحنا دلوقتي بنعكف على دراسة قوانين جديدة للنهوض بالتجارة والصناعة في مصر، يمكن في خلال 10-15 يوم هتعرض على الوزارة وهيعرضها على الوزراء المعنيين بالمنظومة التجارية والصناعية. إحنا نفسنا يعني نتحرر شوية من الديمقراطية، نفسنا القوانين القديمة تتغير وتواكب اللي بيحدث الآن في التجارة ومنظومة التجارة. يعني احنا عندنا النهاردة التجارة الإلكترونية ما فيش قوانين تحكمها، فدي بنحاول طبعا نخلي في جزء كبير من القوانين علشان حماية المستهلك في الآخر. الغرفة التجارية على مدى الأربع سنين ومجلس الإدارة حاول استضاف عدة وزراء، وحضرتكم رحتوا وقابلتوا عدة وزارات في جميع القطاعات اللي كانت فيها مشاكل عالقة مع الشعب، لكن ما زالت هناك بعض المشاكل التي لم تحل مع الوزارات، إيه أبرزها ولأي درجة وصلتوا فيها؟ على رأسها المخابز طبعا حتى الآن. ولا شك المشاكل لن تنتهي، وإلا ما كانش يعني للمنظمات دور، يعني احنا موجودين عشان نسهل العمل ونحل المشاكل ونراعي مصالح التجار ومصالح المواطنين في نفس الوقت. تمام. بنحاول بقدر استطاعتنا ان احنا اي مشكله بنحلها. احنا من ساعه ما مسكنا يعني احنا بنقول يعني مش عايز اقول للاسف، لكن يعني الحمد لله من ساعه ما مسكنا وقامت الثوره في 25 يناير والموضوع يعني شاق بالنسبة لمجلس الإدارة الحالي، يعني مش عشان أنا موجود فيه لكن أنا بتكلم بموضوعية، وكان لينا دور كبير جدا في موضوع يعني اللوجستيات على مستوى المحافظات كلها، وكان المهندس إبراهيم دائما موجود في الوزارة لتسهيل عمل نقل البضائع والسلع. نقل البضائع والسلع، والحمد لله يعني أنا بقولها بكل فخر يعني إنه ما فيش مواطن في مصر شعر أي حاجة مش موجودة من أي سلعة استراتيجية في عز الثورة. صحيح. فدي من أبرز الحقيقة يعني الإنجازات اللي ما حدش واخد باله منها، إحنا كان لنا دور كبير جدا فيها يعني. وبالتعاون مع السادة الوزراء. تمام. موضوع المخارج احنا كان لنا دور كبير فيه، موضوع المدى الدواجن، شعب الدواجن عندنا فيها مشاكل كتير في المذابح و الى اخره، واحنا بنحاول ننقل دلوقتي يعني الموضوع بتاعهم بنلمه كله في منطقه واحده على اعلى مستوى ان شاء الله. تمام. موضوع المذابح ونقل المذابح، فيعني احنا من فضل الله تعالى اي مشكله بتتعرض علينا بنسعى لحلها فورا.